نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شهر رمضان له كثير من الفضائل. قال فيه ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. فإذا كان ذلك في يوم من أيام التطوع مما ندب إليه ربنا تبارك وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بما فرض؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه أحمد والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. رواه أحمد.